السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في فيديو جديد من قناة الغية، معاكم أخوكم عماد حمدي. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن موضوع مهم جدا، وهو إزاي تقطف الزغلولين من تحت الحمام. مش إمتى، إزاي. هيجي واحد يقول لي طيب ما أنت ممكن أي زغلولين بتشوفهم كبروا شوية بتاخدهم وخلاص. لأ، أنت عايز تاخد زغلولين يكونوا كبروا، يكونوا ما بياكلوش لوحدهم، مش معتمدين على نفسهم، وبعد كده يخسوا وتلاقيهم بقوا عاملين زي العظم، ولا عايز تاخد زغلولين صحتهم حلوين، صحتهم حلوه؟ في فرق طبعا، كل حاجه بالعقل. لو شغلت عقلك شويه هتلاقي العمليه تمام ومظبوطه. طيب هتعمل ايه؟ اول حاجه لازم تعمل حركه رهيبه مع الزغاليل. ايه هي؟ بتيجي والزغاليل صغيره، بدل ما بتاكلها وجبتين تاكلها وجبه واحده لما تحس ان هي بدأت تكبر شوية. طب ليه؟ علشان تقومها من الطاجن. يبقى واحد لازم تقوم الزغلولين من الطاجن. هتقومهم ازاي؟ لو الزغلولين فضلوا ان هما الاهالي بيأكلوهم هيفضلوا لحد ما يكبروا مستنيين الحمام الكبير يأكلهم، وبكده هيفضلوا الزغلولين مش معتمدين على نفسهم. حتى لو كبروا وقطفتهم هتلاقيهم ما بيأكلوش وبيخسوا، وده سبب ان الزغليل اول ما بتقطفها بتخس وبتموت، ان هي ما بتعرفش تاكل، ما بتعرفش تشرب. يبقى دي اهم من ان انت تقطفها. يعني زي ما انا قلت في الاول، تقطفها ازاي مش امتى. كل حاجه محتاجه فن، حتى لو حته فن قد كده تفرق معاك على في كل حاجه. طيب السؤال هنا هو ليه انت عايز تاكلهم مره واحده؟ ودي هتفيد في ايه؟ وكده مش هيخسوا؟ كده انت هتخليهم يخسوا؟ اقول لك لا، ده العكس. العكس ازاي بقى؟ مش هتاكلهم الصبح خالص، هتيجي على الساعه 5 تقوم حاطط لهم اكل. من شده الجوع بتاعهم هيهجموا على الاكل، مش هيصبروا ان الحمام الكبير ياكل وياكلهم. يبقى انت حركتهم او قومتهم من الطاجن وخليتهم يروحوا على المكلف، وهيبداوا ينقروا. شوف انت المكاسب بتاعتك، وهيبداوا ياكلوا فعلا. وبعد ما هياكلوا اللي يقدروا ياكلوه هيروحوا للحمام الكبير ياكلهم. يبقى هم اكلوا والحمام الكبير اكلهم، وقومتهم من الطاجن وحركتهم. بعد كده يوم واتنين، حتى لو رجعت تحط لهم وجبه الصبح تاني، هيقوموا وهيتعودوا ان المكلف جه، هيجروا على المكلف على الميه يروحوا يشربوا. يبقى انت كده حركتهم ما درتهمش. ولو كلوا حتى مره واحده في اليوم وملوا الحوصله احسن ما ياكلوا مرتين وضعاف وان هم ما قاموش. زي ما قلت لك، انت لازم تقسى عليهم سنه علشان تاخد منهم اللي انت عايزه، عشان يعتمدوا على نفسهم. من غير القسوه مش هيعتمدوا على نفسهم، هيفضلوا مستنيين الحمام الكبير ياكلهم، او مهما حصل مش هيتحركوا. وهتقطف زغلولين ما بياكلوش، ومهما عملت معاهم هتلاقيهم يخسوا وممكن يموتوا لا قدر الله، وممكن تتعب انت تقعد تاكلهم يدوي. طيب انا هوريك الكلام ده كله عملي، يلا بينا نشوف انا عملت ايه معاهم ووريك الطريقه نجحت ولا لا، وانت هتحكم بنفسك. دلوقتي طبعا زي ما احنا شايفين حطيت الكلفه والزغاليل زي ما انتم شايفين في الطاجن اهيت. هنشوف دلوقتي الكلام هيبقى حقيقي فعلا ولا اي كلام، يعني هنشوف هيقوموا على الكلفه ولا هيفضلوا زي ما هم قاعدين مستنيين الحمام الكبير ياكل ويجي ياكلهم. دلوقتي هنعرف الكلام صح ولا مش صح. طبعا زي ما انتم شايفين الحمام داخل على الاكل جامد، لان زي ما احنا اتفقنا ان حطيت له مره واحده في اليوم، ما حطيتش الصبح. دي الساعه 5 المغرب. طبعا زي ما انتم شايفين الزغلول بدا يتحرك في الطاجن اهو. شوفوا الزغاليل قامت ازاي اهو قدامكم. انا مش عايز اجري بس عشان اوريكم اللي هيحصل لحظه بلحظه. الزغاليل قامت بس مش باينه من النتايه، اهي باينه من الجنب، هوضحها لكم برضو.
شوفوا الزغلول قامت بس واقفة ورا النتاية. الزغلول هناك اهو، شايفين جناحاتهم اهم واقفين اهو. شايفين الزغلول بدأ يلقط من الأرض، أي حاجة بتقع من الكبار هو عايز يلقطها. ودي يعتبر أول مرة إن هما هيقوموا من الطاجن، يعني أنا عامل التجربة دي مخصوص عشان أوريها لكم. الزغلول التاني من هناك اهو طلع بره الطاجن اهو. شايفين دخل معاهم في المكلف اهو. الكبار طبعا مع الجوع مش مدين فرصة للزغلول تخش معاهم، لكن الزغلول هتخش برضو اكيد ان شاء الله. يعني انا مش هقطع من الفيديو حاجة، بس هجري الصورة شوية، اخلي حركة سريعة عشان الوقت، بس لحد ما يطلعوا من الطاجن كويس ويبان ان هما بياكلوا. هحاول اشيل المكلف من قدامهم عشان الكاميرا تبان، يعني الزغلول تبان، لان الزغلول مش باينه من الحمام الكبير. طبعا انتوا شايفين اكيد باين ان الزغليله هي بتاكل مع الحمام بتلقط، مع انها زغليل صغيره. خليكم فاكرين زغليل صغيره. شوفوا انا بادئها من هم قد ايه، علشان على بال ما يكبر شويه يكون ان هو معتمد على نفسه كليا، مش عايز ان انا اول ما اقطفه ياخد حتى يوم ما ياكلش، لا ولا ساعة اقطفه ما يفرقش معاه. شايفين الزغلول اهو بيلقط، شوفوا وسنه صغير، يعني عشان مش تقول ان هو زغلول كبير وبياكل لوحده، لا زغليل صغيرة. طبعا زي ما اتفقنا، شايفين بيروح برضو للحمام الكبير، يعني الزغلول برضو هيلقط اللي يقدر يلقطه وهيروح للحمام الكبير ياكل منه، يبقى كده مكسبين في نفس الوقت. ده بالاضافة لان هو طبعا اتحرك من الطاجن، فخلاص بقى هيبدأ كل ما يشوف المكلف هيجري عليه، غير اما هو يقعد يستنى. مش عايزينه احنا يقعد يستنى ويجي الحمام الكبير ممكن يأكله شوية صغيرين ومية كتير، طبعا الزغلول هيبقى خاسس والزغلول مش هيقدر يتحرك لانه مستني الكبير يأكله. ان شاء الله حتى لو اداله ميه بس مش هياخد غيرها، لكن كده هو هيتعود ان هو يلقط كميه وياخد كمان من ابوه وامه، فهتبقى الكميه مضاعفه، فبكده الزغلول بيطلع صحته كويسه واكل كتير. اظن كده التجربه نجحت قدامكم. طيب نقطفه بقى امتى؟ يعني نرجع بقى، احنا كده قلنا نقطفه ازاي؟ كده احنا اتفقنا على الطريقة، وان هو زي ما انتوا شايفين ان هتخليه ياكل في الاول بعد ما هيبقى ياكل لوحده. ممكن واحد مثلا ايه دلوقتي يلاقيهم بياكلوا ويقول لك طب انا اقطفهم عشان الحمام يلحق ايه يشتغل. اقول له لا حاسب بقى، ما الحمام ممكن يشتغل والزغاليل تحت منه. هتقول لي ازاي؟ هقول لك اهو، هوريها لك برضو، يعني كل حاجة ان شاء الله هوريها لك. شوفوا كده الجزء دوت اهو، شوفوا تحت الزغاليل الكبيره قد ايه. طبعا هو خاف لما انا دخلت الكاميرا وراح وقف في الطاجن. هوريكم انا برضو الحمام الكبير ان هو محصي والزغاليل تحت منه. شايفين الحصويتين هناك باينين ما شاء الله اهو. بص الحصويتين اهم ما شاء الله، يبقى هما كده الحمام يبقى محصي وتحته زغاليل. يعني معنى الكلام ايه؟ ان انت ما تستعجلش وتقوم قاطف الزغاليل علشان الحمام الكبير يحصي، لا
الزغاليل مش هتمنع الحمام الكبير من الحصى، هيحصي ويكسر وزي الفل طالما العين واسعه، مفيش اي مشكله ان شاء الله. طيب وبعد كده ايه؟ طيب بعد كده يبقى انت هتقطف الزغلولين زي ما انتوا شايفين الزغلولين دول كبار. ايه بقى اللي حصل معاهم؟ ان تحت الباط ريش، وان الريش الاصفر اللي في جسمهم طار. يبقى انت كده اديتهم المهله الكامله بتاعتهم كويس. وادي النتايه زي ما انتوا شايفين هتبقى واقفه في الطاجن مش عايزه تسيبه. يبقى احنا قلنا كده دلوقتي في الفيديو دوت ازاي هنقطفهم، ان احنا نخليهم يتعودوا ياكلوا من وهم صغيرين. وقلنا امتى؟ امتى دي؟ لما بيكون الزغلول تحت باطه ريش. اهو شفتوا الزغلول دخل بياكل ازاي لوحده، اهو ما شاء الله شايفين اهو، ولا اي حاجه كده. الزغلول اللي زي دوت انت تقطفه وانت بالك مرتاح، مفيش اي مشكله بالنسبه لك. اهو الزغلول بياكل زي الفل. لما انت تاخده وهو بياكل زي كده وتقطفه ما تخافش عليه، لانه هياكل على طول، مش هيقعد ساعه من غير اكل باذن الله. طبعا انا هوريكم الزغلول دلوقتي بيكون زي ما انا قلت لكم، بيكون الريش بتاعه اكتمل تحت الباط. اهو هقرب الكاميرا عشان تشوفوه كويس، شايفين تحت باطه عامل ازاي؟ الريش اكتمل كده خلاص. الزغلول ده يبقى يعتمد على نفسه، ما تقلقش عليه، تبدا تطيره وتبدا تعمل في اللي انت عايزه براحتك كده. الزغلول ده تمام، شايفين الريش اكتمل الحمد لله، مفيش اي حاجه، مفيش اي غلط في الريش خالص. اتمنى ان انا اكون وصلت المعلومه، ولو في اي استفسار يا ريت تكتبوه لنا في التعليقات، واوعوا تنسوا تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس عشان ان شاء الله يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.